نشرت صحيفة بلومبرغ مقالا حمل تساؤلات حول علم تركيا بمخبأ الإرهابي أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش بعد مقتله في إدلب التي تسيطر عليها فصائل موالية لأنقرة. قال الباحث الأمريكي إيلي ليك إن محللين استخباراتيين أمريكيين يدققون في الوثائق الورقية والإلكترونية والتي تمت مصادرتها من مخبأ زعيم تنظيم داعش نهاية الأسبوع الماضي، وذلك للإجابة عن هذه التساؤلات. وأضاف ليك في مقاله أن 3 من مسؤولي الأمن القومي الأمريكي يعملون على التوصل لمزيد من المعلومات بشأن علم تركيا بمخبأ البغدادي.